طول عمري وانا عاشق صوتك يا وردة وغناكي، حلمت اني جنبك بغني، يحلى الغنى يحلى الغنى وانا معاكي. يا عيني على الايام اقل من الاحلام، وفراقك النهاردة اصعب اصعب فراق. الدنيا اغرب منها مفيش، بتنسي يا محبايب وانتي ما بتتنسيش. فيها اللي مات فنه وعايش، وفيها اللي مات وعايش فنه، وانتي مفيش زيك ابدا، بغناكي كل الناس غنت. شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان احاسيس كتير. شعوري ناحيتك شعور كبير كبير، شعور بمحبتك مليان احاسيس كتير. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير، بحس انك عيني وفرحتي واماني، مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. يا شعوري ناحيتك، بنظر وياك لبكره، الاه جميل جميل، كله انسي ومحبه ولا يعرف مستحيل. والحب اللي في كياني، الحب اللي في كياني بيعيش لك طول زماني، ويدوم وكمان يزيد. وبكل ما في وجودي من قلبي ومن ضمير، بحس انك عيني وفرحتي واماني، مخلوق في الدنيا ليا، مخلوق في الدنيا ليا ومش لحد تاني. يا شعوري ناحيتك. اكيد عرفتوا اني رح احكي عن وردة الجزائرية. وردة الجزائرية هي بالنسبة لي الفنانة الحب، يعني اللي بالنسبة لي هي ايدول. وردة الجزائرية قدرت توصل لقلوب الملايين عن طريق اختيارها الصح للاغاني واختيارها الصح للالحان. وردة الجزائرية انا بشوف انها من الفنانين القلال اني حاولت توصل لكل الاجيال، تعاملت مع فنانين وملحنين صغار يعني في السن وقليلين الخبرة، بس مشان توصل غناها إلى جيل جديد. وردة جزائرية مستحيل تموت، وردة جزائرية ساكنة في قلوبنا بأعمالها، بصوتها، بإحساسها. وأنا قررت اليوم أني أهدي هذه الوردة الروحها. ونحب نقول انه وردة كان لها تأثير كبير في موسيقتنا العربية في فترة ما من الزمان، ومستحيل وردة تتنسى ابدا. Thank you. نسيم مثل العادة صوته بيرن مثل المي، مش معقول تامره شو حلو وشو نقي. بس اليوم عندي مأخذ كبير على نفس نسيم، لأنه لازق الجمل ببعضهم، أوقات جملتين ثلاثة ما عم بياخد نفس، عم بيصل بآخر الجملة شوي مخنوق، سيرتو بالأول وآخر أحرف بالجمل، آخر حرف أو ثلاثة أرباع الوقت مش عم نسمعه، ما عم نسمع مزبوط شو النوت تبع آخر حرف لأنه عم يقشو، وهيدا الشيء من ورا النفس. أكيد إنه اليوم بمطارح بتاني بارت حسيته شوي عم يعمل كنترول على النفس أكتر، ولكن بعد بده يركز كتير لأنه هي أول مرة بيركز على نفسه مزبوط. ونسيم بده يشتغل كتير على عضلات جسمه كلهم، لأنه عضلاته بالبطن وبالظهر وبالقفص الصدري ضعاف، وهيدول هن يلي بدهم يساعدوه يقدر يحمل صوته ليريحه على الآخر، لأنه بعده صغير بعد عنده وقت يشتغل. ما غنيه كتير حلو وصوته كتير حلو، بس هول التفاصيل لازم ينشغلوا، وإذا نفسه بقي هيك يمكن شي نهار يأذيه، بقى حرام من ورا شغلة هالقد بسيطة اللي هي النفس وعم تتشغل ما يحسن الأشياء الباقية. نسيم أول شي حكي كتير كتير حلو، أثرني في شغلة مثل ما قالت ليسلي عن النفس. هذا النفس بده شغل بالرياضة، بده أبدومينو وبده بوش أب، بده إشياء كتير. الصبي
كسلين بالصفوف، كسلين بالرياضة، كسلين بالرقص. يعني سعي رايح صوب النجومية بس ما بتكمل معه إذا ما بيشتغل على جسمه. لما بيشتغل مزبوط على جسمه أدائه بيصير أحسن، نفسه الأفلات بصير بيقدر يصيبونه بيكملون مثل ما مفروض يكملون. وهو لسوء الحظ بس نعمل له الملاحظة مثل أكنه ما حدا حكي شيء، وصوت بياخد العقل. انه في ناس حتى لو بدك تكون شريره بيغلبوك باشياء معينه، شو بدي اعمل؟ يعني انا مالي بدي اكون مش شريره شوي، ما عم فيي، لانه في اشياء بدي اقول. هلا كسلان نسيم وما بيعمل سبور وكل شيء، بس بدي اقول انه حكي اشياء عن ورده، كبار الفنانين ما بيحكوا. اول شيء ورده من اجرأ الفنانات يلي غنت للشباب ولم وحاربوها كلهم، مثل ما عملت الست فيروز وقت غنت مع زياد الرحباني حاربوها، وكيف انه غنت قرب نار الغيره وبقاموا عليها انه كيف، ورجعت هل بكل جرأه يلي عملته كمان وصلها للاجيال الثانيه، يلي خلى شاب مثل نسيم عمره 19 سنه يحكي عنها بهالمحبه، حكي عن شو عملت بالكوران الغنى بالشرق، حكي كيف كانت ذكية بتنقية الأغاني والكلام، حكي كيف اشتغلت على الشباب وجابت كمان مع الطرب والأصالة قربت منها الشباب. لا أنا ساعتها بدي أقارن مع الباقيين شو حكيوا، معلش يعني سندريلا الشاشة وكذا وما بعرف شو، بس ما فهمنا، ما عرفنا إذا ما بنعرفهم للباقيين، بعض الباقيين ما بنعرف مين وما بيعطون عليهم أي فكرة. حكي إذا ما بعرف أنا وردة بحس إنه هيدي مرة مهمة بتاريخ الغنى الشرقي. كتير حلو اللي قاله، صوته كتير حلو، هالابتسامة هو عم بغني نسيم مع هالكرجة الصوت بتريحك، بتخليك تقعد هيك لا بتعطلي همه، بيصحط بيطلع بيوقف نفسه، بس عنده شيء سبحان الله بعود يلي هو هالكاريزما هو عم بغني، وهالرياحة يلي بيعطيك إياها هو عم يضحك، وبهالصوت السلس يلي بغني. بالنسبة لنسيم بدي بلش بالإشياء الإيجابية يلي هي أكتر من الإشياء السلبية لكون صريحة. يعني كتير حبيت يلي كتبوا، يلي عمل جهد وكتبوا وحفظوا بالأول، يعني كلام موزون على القافية، عمل نوع من شعر، نوع من تحية. هي حبيت هالتحية لوردة الجزائرية، مش انه هيك حكي كلمتين ارتجلون هو فايت، لا، حسيت الاول عن جد مكتوب بطريقة جميلة، مكتوب بطريقة فنية. حبيت كيف غنى غنية لوردة، لوردة الجزائرية ومن اغاني وردة، يعني لقى اغنية ملائمة عم بيقدم لها، كلامها ملائم تيقدم لها، تيقلا بكلامها هي تيقلا شو بحس تجاهها. وهون خيار الأغنية كتير ذكي وكتير حلو، كيف اختار هالأغنية. كان ممكن يوقف من بعد الأغنية لأنه الكلام اللي قاله والأغنية وكيف أديها كانوا بكفوا، ولكن رجع لأنه حب مثل وردة الجزائرية، مثل وردة حب يكون يعني يوصل للكل، استعمل كلام بسيط وخبرنا انه هي اشتغلت مع ملحنين جديد، وانه هي دقر يعني وصلت للجيل الجديد، وهي كان عندها الجرأة تشتغل مع ملحنين جديد، وهيدي معلومة كتير اساسية. مثل ما هو كان عنده الجرأة انه يكمل ويحكي، يعني الإيفال تبعه كان مجزأ لثلاث أشياء، شيء كتير فني وكتير مكتوب بشعر، أغنية كتير مغنية بطريقة صح، ولا وردة ومن يعني تحية لها، وشقفة كلام كتير صادق، وكيف حامل هالوردة وجاية يهديها إياها وحطها على المكتب. يعني كله على بعضه الإيفال كتير متكامل وكتير ذكي. هلأ
بالنسبة للصفوف وشغل الصفوف مزبوط انه نسيم عنده نوع من كسل او مش كسل، بدي قلكم شغلة انا مثلا كنت بجهلة. انتوا عارفين انه بالإيفال الماضي فكرة التليفون والحبس يلي لعبوها أنيس ومبال هي كانت فكرة نسيم مثلا؟ ايه بس يعني لا عم بقول يعني نسيم بفكر عن لغيره. إيه؟ هي اول مره بحس انه عم بفكر لإيفال تبعه. انا قلت له يا نسيم انت بتفكر لغيرك، بتصلح لغيرك، يعني اول واحد بيلقط اغلاط الباقيين بالاكزرسيس بيبقى قاعد عم بيتفرج عليهم بيلاقي لي الاغلاط. بس قلت له ليه ما بتفكر لإلك، ليه ما بتكون اناني وانت بتحسن إيفالاتك انت. فحسيت انه هالمره عمل هيدا الجهد ولازم نحييه على هيدا الجهد. أكيد نسيم اختار أغنية كتير مميزة لوردة، يعني اختار شخصية رائعة وكل الناس تحبها أكيد وهو متأثر فيها، ولكن كمان اللي حبيته هو اختيار الأغنية لأن أغنية مميزة وفيها كتير مشاعر، فيها كتير عواطف وفيها كمان مغنى، يعني في الواحد يفرج صوته فيها. مش كتير خدموا استعمال الإيقاع برا لأنه أيدوا، يعني صار هو مش قادر يتحرك فيها بسهولة أكتر بالنسبة لإلي، والدليل أنه في مطرح وقف، يعني وقف شوي ترجع يستعيد أنفاسه ويكفي. أنا بعدني مع أنه نسيم في إشياء مخباية جوات صوته مش عم نقدر نشوفها لأنه بعده لهلأ في مرات بيغني بيتم مسكر، إن شاء الله يقدر يفتح تمه من هلأ لا اللي بيبقى معنا تنقدر نسمع كل الجماليات اللي بصوته.